اخوان تحياتي لكم جميعا. الناس بزاف كيسولوا جديد، واش كاين شي جديد؟ اش من جديد باغينا الاخوان؟ واش كاين شي جديد اكثر من الفريق هذه في الطريق الصحيح؟ وانه تقنيا تبارك الله الداري ولا السلامي ولا البكاري غادي في الطريق الصحيح وتحققوا نتائج في المستوى اللي بغينا اللي نناقشوا عليه هو مساله الانتدابات. انتدابات راه كتعرف بان خصها الفلوس، والفلوس باش تجي كيخصها الشفافيه باش نعرفوا القضيه الحقيقيه ديال الوجه. هذه مساله مأكدين منها ونبقاو ديما خابطين فيها. كيخصنا اليوم نعرفوا القضيه ديال الوجه اشنا هي، باش الوقت اللي واحد كيهضر تيقول لك بانه ولا ماكش نجيبوا انتدابات دابا، راه كاينه الازمه ولا هادي، خصنا ديك الازمه نعرفوها اشنا هي بالضبط. الارقام خصنا الارقام. بطبيعه الحال انه اللايف ديال اليوم راك شفتوا الموضوع ديالو. بالنسبه للاخوان اللي ما شافوش الصفحه ما طلعوش على الموضوع ديال اللايف، الموضوع ديال اللايف هو موضوع الساعه، موضوع اللي كيتناقش دابا واللي هو كيوضع اسئله وفيه غموض، اللي هو الرجاء والانتقال من ثقافه الازمه الى ثقافه الاستثمار. الرجاء فريق كبير، فريق اللي هو يعني اللي جيت تشوف من ناحيه الشعبيه تلقاه هو الاكثر شعبيه في المغرب، سينون في المغرب العربي ربما، الى ضفنا ليه بطبيعه الحال دابا الترجي حتى هي. وبطبيعه الحال الى بغينا نوسعوا المغرب العربي وزدنا عليه التماثيل انا غادي نقولوا بانه هو والاهلي والترجي من اقوى ومن اشهر والاكثر شعبيه في شمال افريقيا. هذا الفريق اللي عنده هذه الشعبيه وعنده هذه الكاريزما وعنده هذا سميتو، فكيبقى التساؤلات كطرح. إذا كان كيعيش أزمة مالية فما هي الدواعي اللي خلاته يعيش هذه الأزمة المالية؟ واش هذه الأزمة المالية هي هيكلية أم هي أزمة عابرة غير كدوس بطبيعة الحال بحال جميع الفرق اللي كتعيش صعوبات، وفي العالم كامل كاينة فرق كتعيش صعوبات أخرها على المستوى الإفريقي غير النادي الإفريقي. دونك هنا كنعرفوا بأنها كتكون عابرة. اللي كيوقع بالنسبة للرجاء هو أنه بكثرة ما كتعاود الهضرة على الأزمة ولينا خرجنا من الاطار العابر ودخلنا في الاطار الهيكلي، بمعنى انه هاد الفرقه هادي رغم توالي المواسم وعلى مدى 10 سنوات 10 سنوات تقريبا موسم على موسم الا الازمه باقا كاينه. في نهايه كل موسم كاينه ازمه وكاين ديفيسي وكاين هذا، فهنا راه دخلنا في الهيكلي ما بقيناش ازمه عابره. وإذا دخلنا في الازمه الهيكليه فخصنا نطرحوا الاسئله، علاش فريق كما قلنا بالكاريزما وبالشعبيه ديالته كيخصو تكون عنده موارد، كيخصو يكون كيقلب على الاستثمار ديال الاستثمار هذاك الاسم ديالو، استثمار المنجزات ديالو باش يمكن ليه يجلب موارد، يجلب مستشارين ويجلب بطبيعه الحال المستثمرين. فإلا خدينا الرجاء تبارك الله، إلا خدينا غير 10 سنوات الاخرى، راه انجازات اللي كان عند شي فريق اخر اللي عنده امكانيات الاستثمار وعنده الناس اللي كيخدموا على الاستثمار راه كيخصو يكون معاد فين وصل. الا خدينا 10 سنين الاخرى الرجاء راه دات سميتو دات دو شامبيونا، دات يعني غادي نقولوا اكثر، دات تروا شامبيونا، دات الشامبيون ديال 2010 والشامبيون ديال 2012 والشامبيون دابا ديال 2020. دونك في 10 ايام الاخرى الرجاء ثلاثه د الشامبيونات وكاس ديال العرش وجوج كؤوس ديال العرش ونهائي ديال كاس العالم والفوز بكاس الكاف والفوز بكاس الافريقيه الممتازه. فهادو كاملين في مسائل اللي كتعاون الفرقه باش يمكن لها انها تمشي لواحد المستوى عالي من الاستثمار الى عرفات كيفاش تستثمر ديك النجاحات ديالها وهي سميتو. فهنا كيبقى السؤال، علاش حنا ما نجحناش اننا نستمروا؟ واش كاين شي معوقات داخليه؟ واش كاين شي ناس لداخل عندنا اللي هما تيحاولوا يجروا الفرقه للوراء ويخلوا الفرقه ديما كتعيش ديك الازمه؟ بمعنى يولا السخونه في الداخل وفي محيط الرجاء ثقافه الازمه. ملي كندوي على الثقافه شنو هي الثقافه؟ هي واحد المجموعه ديال الموروثات، مجموعه من الاشياء اللي نتداولها، الموسيقى، اللغه، العادات، التقاليد اللي هي خاصه بالمغاربه، خاصه بمنطقه المغرب. هذه المجموعه ديال العناصر اللي كنجمعوها كتسمى الثقافه المغربيه. فاحنا بكثرة ما كتعاود الازمه سنه على سنه تولدت عندنا واحد الثقافه ديال الازمه.
الثقافة ديال الأزمة شنو كتخلي، اشني التداعيات ديالها؟ التداعيات ديالها هي أن الجمهور اللي هو أهم عنصر في أي فريق ديال كرة القدم أو ديال الرياضة بصفة عامة، كيولي مقتنع بأنه هو هادشي اللي عطى الله، الفرقة عندها الأزمة وراه كتعاني وراه كيخصها وراه كيحاولوا وراه الناس كيحاولوا، راه عاوتاني الأزمة، راه هذاك غلقها، راه هذاك غلقها، راه هذاك دار، هذاك فعل. كتولي ديك الثقافة، كتولي هذيك الأزمة كتولي قدر، عبارة عن قدر تعيش تخضع له، يخضع له الفريق وتخضع له الجماهير، وتطلب من الله أن يغيثنا من هذا القدر. هنا ملي كتولي الأزمة قدر وما كتوليش الأزمة تجسيد خطأ تدبيري أو خطأ تسيير من الناس اللي كيسيروا، هنا كتولي الأزمة، كتولي ثقافة الأزمة عندنا. وهذا الشيء اللي واقع عندنا في الرجاء، وهذا هو الخطير، لأنه ملي كتكون عندك ثقافة الأزمة صعيب باش تخلص منها، لأنه باش تخلص منها خصك تعتبر بأنها خطأ تسييري وتمشي لدوك الأخطاء اللي وقعوا في التسيير وتحاول تصلحهم وتقادهم باش ما تعاودش عندك الأزمة في الموسم اللي من وراه. من بين الأخطاء التسييرية أنا بالنسبة لي شخصيا اللي هي كبيرة في الرجاء، هي غياب الشفافية في التدبير المالي ديال الفريق. فبقدر ما كاين واحد التدبير تقني اللي هو في المستوى، وانا تنحيي الناس ديال المكتب رغم انه كان اخذ عليهم طريقه التسيير، ولكن كان اخذهم فيما يخص الشق التقني، واخا كان واحد التقتير واحد الشح في الانتدابات، ولكن على المستوى التقني ما دام انه يعني هما قرروا كذلك، سمعوا الاصوات ديال الجماهير اللي بقات كتنادي بالابقاء على السلامي، وما تسنتوش لبعض المراهقين اللي كانوا كيناديو بانفصال على السلاري لانه بداعي الفرجه وغياب الفرجه والى ذلك من الكلام الفارغ. ف خلاو ديك الاستمراريه في الفريق، وديك الاستمراريه هي اللي خلات دابا الفريق الحمد لله مستقر على المستوى التقني، يعني كيبان لك فريق قوي على ارضيه الملعب، لانه ملي كدير استقرار المدرب راك في نفس الوقت استقرار المجموعه، مشى واحد بانون واحد سميتو في وسط 35 واحد او 32 واحد من الفريق الاول، فما كيكونش عنده تاثير كبير، خاصه كتجيب لاعب اللي كيعوضه، اذا كيبقى واحد التوازن اللي شكون سبابه داك الاستقرار اللي حافظت عليه. فهذا الجانب التقني مزيان، مشى مزيان، حنا كنحيو، ولو انه باقي ما اكتملش، باقي خص انتدابات واحد جوج ولا ثلاثه لي بوست اللي دعا عليهم المدرب واللي عارفهم الجميع، كيخصهم يداروا ضروري في انتقال شويه باش يبقى داك التوازن على المستوى التقني. اذا هنا هاد الدوسي سدينا نحيدوه، دوزو لهاد الجهه باش ما يبقاوش نخليو المسير كيركب على الموجه، حيت المسير انت كان يركب على الموجه. الوقت اللي كتقول ان الفرقه كلها هي ضروره من ناحيه السير، ولكن كتقول والتقني غادي مزيان وخليو الفرقه غاديه بلا تشويش، راه السيد ديال مجهود والفرقه غاديه، اذا كتغطي على اخطاء المسير، وهذا هو الخطير، وهذا اللي كيخلي ثقافه الازمه كتبقى دائما متغلب على الفريق وما عمره يخرج منها. لهذا الجانب التقني غادي مزيان، كنطالبوا بانتدابات باش تكمل العمل الجيد يكمل، ونخليو هذا الفولي دو كوتي ونشوفوا الجانب التسييري، الجانب التدبيري. الجانب التدبيري كيطغى عليه الغموض، هناك غموض، هناك عدم شفافيه في التدبير المالي. هنا الدليل انه لم يعقد الجمع العام، الدليل انه لم يتم توضيح الوضعيه الماليه للفريق الى حدود نهايه الموسم، اي الى حدود نهايه شهر دجنبير، باش نعرفوا راسنا اليوم قبل ما يدخل عندنا شي مداخيل اخرى فين واصلين وامتى يمكننا نقضيو على هذه الازمه. اذا ما دام هذه المسائل ما واضحاش، هناك مشكل مالي وهناك ازمه يجب ان نجي ان سميتو ان نجد حلا لكي نمر من ثقافه الازمه الى ثقافه الاستثمار.